السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة في قناتي قناة وصفات الفدوى. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفة الغاناش موطي اللي نقدروا نستعملوها في حشو الكيك او التزيين. هذه الوصفة نحتاجو 250 مليلتر من الكريمة السائلة و 250 غرام من الشوكولات الاسود. نقوم بغلي الكريمة السائلة ثم نصبها فوق الشوكولات الاسود ونحرك الكل جيدا. من بعد ذلك نضعها في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل. من بعد ما الغاناش برد نديروه في اناء ونضربوه مزيان حتى نحصلوا على واحد الخليط يشبه لاموس وشوكولا. الوصفة ديالنا ديال اليوم انتهت، والى اللقاء في وصفات قادمة بإذن الله.